حلقة جديدة من برنامج يلا نعيش، وزي كل مرة هنبدأ أول حلقتنا ونرحب بشيفنا العظيم المتألق دايما الشيف رفعت موسى. مساء الخير يا رهام. مساء الفل. مساء الخير، ازي حضرتك؟ وسعيد بوجودي مع حضرتك. وأنا أكتر. عامل إيه؟ الحمد لله تمام والله. اتفضل. قولي هتعمل لنا إيه النهاردة بقى؟ أنا قلت أعمل حاجة النهاردة مختلفة شوية. هنعمل تشيكن كاري، حاجة هندي كده، مع رز بسمتي. وهقول برضو للناس المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا البسمتي ليه كام طريقه بيتعمل بيها، فانا هنختار طريقه سهله عشان لو حد حب يعملها ولا حاجه تبقى سهله ويعملها بسرعه. وهنعمل برضو سلطه فاصوليا، وبنفس الماتيريال اللي احنا زي ما قلنا اللي احنا الفراخ او اللحمه او اي منتج احنا بنشتغل بيه، ممكن بدل ما نطلع منه طبق نطلع منه طبقين وثلاثه واربعه، ما فيش مشكله، عشان نقل في التكلفه ونقل في الكوست برضو بتاعنا شويه. فهنعمل التشيكن كاري مع البسمات رايز، وهنعمل سلطه الفاصوليا بصدور الفراخ اللي هي المشويه على الجريل. تعمل لنا بسماتي رايس عشان الدايت برضو، صح؟ عشان دايت برضو، ما فيهوش لا زيت كتير ولا زبده كتير، وممكن برضو الدكتور يشاركنا في الراي. ونعمل حاجه خفيفه برضو عشان انتوا عارفين الجو حر وكده، وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. يلا احنا مع بعض. اعزائي المشاهدين، النهارده بقى هبدا حلقه النهارده، والنهارده موضوع مهم جدا جدا، مش بس مهم ليا ولا للساده المشاهدين، ولكن هو مهم لكل الناس بلا استثناء، لان ما فيش حد فينا ما بيحلمش. النهارده هنتكلم عن تفسير الاحلام والرؤى. ممكن ننام ونحلم حلم جميل قوي ونصحى نلاقي نفسنا فرحانين ومبسوطين بيه، وللاسف ممكن يحصل العكس، ننام ونحلم حلم وحش جدا ويبقى كابوس ويفضل قلقنا وموترنا لفتره طويله جدا، لاننا مش عارفين هل الحلم ده خير ولا شر. سبب اهتمامنا بالاحلام هو خوفنا من الواقع وخوفنا من المستقبل. عشان كده النهارده احنا هنفسر كل الاحلام اللي ممكن تكونوا بتحلموا بيها ومش عارفين معناها ايه. النهارده انا هستنى اتصالاتكم وتليفوناتكم والاس ام اس لاي حد عنده حلم ومش عارف معناه ومخوفه وقلقه، واللي هيقول لنا كل ده وهيفسر لنا كل الاحلام منورني ومنوركم النهارده في الاستوديو استاذ احمد ابو النيل. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذه، وربنا يجعله فتحة خير ان شاء الله علينا وعليك. ربنا يخليك حضرتك، منورنا. الله يكرمك يا استاذ. استاذ احمد، قول لي ايه سبب اهتمام الناس وعندهم شغف كده ان هم لما يحلموا حلم ويصحوا عايزين يعرفوا الحلم ده معناه ايه وتفسيره ايه؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. أولا بحييك على المقدمة الجميلة، وبحيي شفنا الجميل شكله. أنا أول ما قابلته برا قلت ده فنان، أنا بحسبه لعيب كرة، فقال لي لا ده أنا فنان في حتة تانية. وأنا بسميه دايما الشيف الهيلسي بتاعنا، هو الله يخليك. هو راجل جميل، وإن شاء الله بعد ما يخلص أكل بإذن الله نلم الأكل ده وناخده. وانت مروح تاخد الاكل معاك. طب وانا هتديني ايه؟ قلت لا، ما هما طبقين، هو طبق للدكتور وطبق لحضرتك. طيب خلاص، فكرتك هتنساني، كنت عايز اعمل ونادر بقى والاخوه المصورين يبقى يتخانقوا معانا بعد الهوا. مالهمش دعوه. الاحلام طبعا هو ليها مساحه كبيره في حياه الراي او حياه الانسان بوجه عام. فكل البشر يرون الاحلام، والموضوع بيقلقهم له سببين. سبب بيبقى في بيئة الإنسان إنه هو سمع قبل كده عن منام وتحقق في الواقع بصورة قد أفجعته في اليقظة. الشكل الثاني يقول لك أنا بخاف من المستقبل، عايز يعرف إيه اللي هيحصل. يبقى عنده خوف من اللي جاي، فيبتدي يجري على تفسير الأحلام والمفسرين والمعبرين علشان يشوف ايه اللي هيحصل له بكره. النوع ده اللي بيجري ورا مساله الاحلام قد ياخدوا التيار او يجرفوا التيار لمسائل تانية هو في غنى عنها. يعني ممكن يتعب نفسيا، الموضوع ياثر عليه فيتضايق اجتماعيا ويضايق الناس اللي حواليه. يعني حضرتك بتقول ان المفروض لما الانسان يحلم حلم ما يركزش معاه ويصحى يفضل شاغل تفكيره زي ما احنا بنعمل. المفروض نصحى ونقول يعني خلاص كان الحلم ده نحاول ننساه ونفكر فيه. مش كله طبعا، المساله مش يعني مش على وجه العموم. ولكن المساله مقيده بايه؟ بانك انت مش اي منام تشوفه، خاصه لو انت من الناس اللي بتحلم كتير، بتبقى عارف عندك الرموز او المسائل السيناريو بتاع المنام اللي بيحصل من بعديه قلق ايه. فلو حصل ده ابتدي انا الجأ للمعبر والجأ للمفسر انه اطرح عليه المنام ويحلله، بس يكون اهل ثقة طبعا، فيبتدي يحلل المنام التحليل الصحيح اللي يقع على وفق ما يحلله، او يحذرك من مسألة ما.
يعني مثلا في ناس بترى رموز وبترى احلام قد تتحقق فيما بعد، يعني رؤيه لمؤاخذه الكلب، رؤيه القطه، رؤيه الفار، رؤيه الثعبان، الكلام ده. طب دكتور انا كنت عايزه اسالك فعلا ايه الفرق بين الرؤيه والحلم؟ يعني انا لما احلم حلم مثلا نمت وانا متضايقه شويه فحلمت حلم وحش، هل اعتبره كابوس وعدى وعادي، ولا اعرف ازاي بقى ايه اللي يخلي ايه العلامه اللي بتدل ان دي رؤيه حاجه هتتحقق فعلا في المستقبل مش مجرد حلم عادي؟ ما هو بقى المساله هنا بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على كميه والارسال اللي جاي لك. فاولا الرؤى الصادقه دي بيبقى ليها علامات معينه، من ضمن العلامات دي انها بتكون قليله الكلام. يعني الحوار مش حوار طويل في المنام، مش دخلت وخرجت وطرت وقابلت اللي ميتين وقابلت الاحياء ورحت وسافرت، لا كل ده بيسموه اضغاص احلام او عقل باطن او قلق انا مشغول بيه، وبالتالي بشوف نفسي غير مستقر في المنام. واخد بال حضرتك؟ ده هنا بيعبر بايه؟ ده هنا بيعبر بحديث النفس او العقل الباطن اللي هو بيفرض عليك احداث انت ما بتكونش بتفكر فيها، ولكن هو بيطرحها مره ثانيه. ليه؟ لانه بيشوفك ان انت خايف في الواقع، فيبتدي يحذرك او يبتدي يعرض عليك الموقف حتى عشان تعيد حساباتك بينك وبين نفسك لو انت انسان مقصر في مساله ما، يعني اتجاه الناس او اتجاه الله عز وجل. استاذ احمد، معنى كده ان اللي بيفكر في حاجه فعلا قبل ما ينام بيحلم بيها؟ يعني انا لو قعدت حاجه شغله تفكيري وقعدت افكر فيها قبل ما انام، كلنا اكتر لحظه بنفكر فيها قبل ما ندخل في النوم، كل ممكن احداث اليوم كلها تيجي في دماغك او اكتر حاجه مضايقاك، هل لو انا قعدت فكرت في حاجه كتير قوي قبل ما انام هحلم بيها؟ تحدث طبعا. افكر والتفكير العقل الباطن يشتغل وحديث النفس يشتغل معايا، فتبتدي نتيجته ايه؟ ان انا مثلا بفكر في والدي اللي مات، والدتي اللي ميته، بفكر في اخويا، بفكر في اختي، بفكر في احداث العمل في الشغل، الاقي الناس دي معايا في المنام، ويبتدي يحصل حوار. العقل البشري يا استاذه من اعظم او من اجل الاشياء التي خلقت وكرم بها الانسان، فبها يرفع او يخفض عند الله عز وجل بالعقل. ولذلك له شواهد كتيرة في الواقع واليقظة. احنا بنحاسب الانسان العاقل ولا غير العاقل؟ العاقل طبعا. فالانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديله رؤى ومنامات واحلام علشان تحلله الواقع اللي هو عايش فيه ده من فضل الله عليه، ان هو يجيله اشياء تحذره افعل ولا تفعل، مش في الشرع، انا بتكلم في علاقاته ما بين الناس، يقولك احذر من كذا. يعني لو جالي كذا حلم حد بيحذرني من فلان، او الحلم بيبين لي ان الشخص الفلاني عايز ياذيني، هل معناها ان انا المفروض ابعد عنه واتجنبه؟ بناء على الواقع بقى، هل هو الانسان ده مستفز؟ هل الانسان ده فعلا الخلفيه بتاعته في الواقع انسان غير طبيعي، شراني، مؤذي، بيفكر في الشر الناس اللي حواليه بصوره مستمره؟ وهل ده يعني او ما بيفكرش اهبل في تصرفاته، يعني ممكن يضر اللي حواليه بدون وعي او بدون ادراك؟ فلو لقيت انا ده في المنام انعرض عليا ان الانسان ده بيجري وراك مثلا بيضربك بحاجه او بيأذيك بحاجه، اقول لك هو عامل ايه؟ فانت تقول لي في الواقع في كذا وكذا وكذا، هو انسان مش كويس، اقول لك يبقى خلي بالك منه. انما لو هو انسان يعني ما فيش ضرر من وراه في الواقع، اقول لك برضو خليك على حذر وعامل الناس من على الشط، ما تدخلش معاهم في الاعماق عشان ما يغرقكش. طيب بس اذنك اخد ام معاذ. الو. السلام عليكم. ام معاذ اتفضلي، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. حبيبتي وانت طيبه منورانا. الله يبارك فيك، منوره انت وضيفتك المحترمه. حبيبتي ربنا يخليك. تحبي تسالي استاذ احمد اي سؤال؟ اتفضلي. اقول له بس حلم انا حلمته. خير ان شاء الله. اتفضلي. بقول لحضرتك استاذ احمد انا حلمت اللي فيه اسد اسود. طيب. وبعدين في مكان كده بشوف ان مكان واسع يعني، وبعدين ابني شريف يمسكه، قلت له انا خفت على ابني ان هو يعضه يعني كده، قلت له لا ما تمسكهوش انا يعضك يا معاذ. قام قايل لي ايه؟ قايل لي لا انا المهم راح مسكه، والكلب بس اسمه كبير وهادي جدا هادي، وما ما عضهوش يعني، انا كنت خايفه ان هو يعضه ولا حاجه ما عضهوش. نعم. وبعدين قام ابني واخده ريش وخليه حته فيه ميه، مكان ميه كده جاريه يعني زي المواقع في سرعه او حاجه، ريش بس ميه ايه يعني سطحيه يعني. وبعدين قام واخد الكلب وشربه ميه،
وقمت انا قلت ايه بدل هو ما عضهوش كده وما شاء الله كنا وما خفتش منه يعني ما انا كنت مرعوبه منه بس ما اذاهوش. قمت قلت له يلا يا معاذ ندور له على اكل ندور له على اكل ونحط له اكل. المهم قعدنا ندور بقى على حد على مثلا حد مختلف على عيش يعني مثلا خبز على حاجات من ديت وايه وحاولنا بندور كده عشان ناكله. وبعدين صحيت بقى في الوقت ده. كم سنه الولد؟ 10 سنين. 10 سنين هو وحيد ولا في حد غيره؟ لا مفيش الا هو. طيب ربنا يخليه لك اتفضلي. ومعاذ بنشكرك اتصالك واستاذ احمد امين اللي هيرد عليكي حالا. مساله الاسد في المنام يعني انا ما بحبهاش الاسد. الاسد زي الكلب يعني. ولا في فرق بين ايه الفرق بين الاسد والكلب؟ الاسد اسد والكلب كلب يعني الاثنين الاسد مالي حاجه الغابة. وحشه بنفس زي بعض. نسمع دايما ان الكلب في الحلم هو العدو. ما هو هل الاسد عدو برضه؟ الحيوانات رمز من رموز النفوس ولكن متجسده في المنام. النفوس البشريه المتجسده في المنام. تمام. يعني لما يجي كلب في المنام للانسان اقول له خلي بالك من انسان انت عايش معاه هيغدر بيك، عكس ما هو مفهوم ما بين الناس بعضها وبعض ان الكلب ايه؟ الكلب وافي. يقول لك ازاي الكلب وافي ويجي في المنام عدو؟ تقول لي انه عدو. اقول له ما انتش مصدق، طيب شويه كده وهتشوف ايه النتيجه. فاذا الرموز اللي هي لا مؤاخذه الحيوانات بوجه خاص بتبقى دلاله على نفوس الناس اللي حواليك، ولكن بتظهر بصورتها الحقيقيه. تظهر بصورتها ايه؟ طب ام معاذ بتقول لك ان يعني انسان جواه انسان جواه غباء فيظهر في المنام التعبان. التعبان ده ما بيتصاحبش، واخد بال حضرتك؟ الاسد برضو كذلك مهما طالت عشرته بيغدر. فاذا هي بتخاف على الولد بتخاف على ابنها، وانا بقول لها احذري من الاصدقاء بتوعه. انها تعمل عليه دايره كده وتحافظ عليه وعليها بتحفظه كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل باخلاق الصحابه. نعم. تمام خلاص. ام معاذ خلي بالك من معاذ كويس الايام اللي جايه. شيف رفعت ايه الاخبار؟ نعمل كده اهوت ونقول للساده المشاهدين الكاري بيتعمل ازاي. بنجيب زيت بنحطه في الحله زي ما انتم تابعتوا معانا او نقول لكم بيتعمل ازاي. بنجيب زيت ومش زيت كتير يعني معلقه زيت صغيره. بنعم بصلايه بتنعيم مش كبيره قوي ولا صغيره وسط. بننزل بيها في الزيت بتاخد الوش بتاعها وبننزل بتوم. ممكن ننزل بالكاري قبل الفراخ او ممكن نصدم الفراخ قبل الكاري يعني ده موجود وده موجود زي ما تحب تعمله يعني، بس الافضل اللي احنا نصدم الفراخ مع الزيت والبصل عشان تبقى مش مسلوقه في قلب الكاري. وبعد ما بنصدمها بننزل بالكاري وبننزل بجنزبيل فريش او بودر الموجود، وبننزل بصلصه الطماطم وبنديها واحده زبدايه اللي هو الزبادي الساده مش زبادي الفواكه. وبعد كده بنربط الصوص بتاعنا عشان يبقى مربوط شويه بنديله دقيق ولبن. ولو عايزينه سبايسي بنزود السبايسي شويه، مش عايزينه سبايسي بنخليه عادي يعني. انا شم ريحه رهيبه بصراحه من عندي، انا شم ريحه رهيبه جدا. طبيعي يا هاني صح يا استاذ احمد؟ كل حلقه كده والدكتور الاكل بتاعه بسم الله ما شاء الله بيبان يعني. نعمل حاجه كده يعني انتوا عارفين احنا خارجين من رمضان بقى وجربنا كل حاجه فقلنا نعمل كاري النهارده. وبياخد التوابل بتاعه ملح وفلفل ما فيهوش شغل كتير يعني اي حد سهل بيعمله. تمام. وزي ما انتم شايفين بياخد اللون بتاعه اهوت. والرز البسمتي استوى. الرز البسمتي بنعمله بنغلي ميه بنديها سن زيت او زبده زي ما انتم عايزين. بنسب البسمات لمده ربع ساعه او لمده 12 دقيقه وبعدين بنصفيه من الميه بتاعته وبنديله سنه زبده ولا حاجه ويبقى واخد ملح بتاعه في الميه فما فيش فيه شغل كتير يعني. طيب. ممكن نساله سؤال؟ طب لا انا هسال حضرتك سؤال الاول. هو عايز انا عايز اقطعك بس معلش اقطعك يا شيف. انا معايا احنا معانا اتصال تقريبا بس بقاله فتره. ام عبد الله الو. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. لو سمحت يا شيخ انا دايما بحلم نفسي بطير بطير يعني باستمرار. وكمان في رؤيه ثانيه عايز حضرتك تفسرها لي. بحلم نفسي ان انا قاعده فوق الكعبه بس انا بكون فوق الكعبه يعني. نعم. او ممكن قاعده جوه الكعبه وبصلي على النبي والناس بتردد وراي دي اكثر مره بشوف. نعم لا ثاني كده. قاعده جوه الكعبه بتعملي ايه؟ يعني ممكن قاعده فوق الكعبه وباكنس. قاعدة جوه الكعبة وإيه؟ لا فوق الكعبة وبأكنس دي رؤية حلوة. المرة الثانية المرة الثانية بشوف نفسي قاعدة جوه الكعبة وبصلي على النبي والناس بتردد ورايا. جميل. أقول لك على حاجة، أنت في مشاكل معينة عندك؟
ايوه شكلها ايه يعني، مشاكل اجتماعيه ولا ماديه ولا؟ مشاكل بين اهلي وكده يعني. طيب اتفضلي حبيبتي ام عبد الله، هنرد عليكي حالا. بصي هو بيقول لها ايه؟ الجائي لينا المولى سبحانه وتعالى، يقول لك الجأ لي وانا احل لك كل المشاكل بتاعتك. ده معنى تفسير الحال؟ طبعا وكفى بالله يعني. هل ده معنى ان هي بعيده عن ربنا فربنا بيقول لها قرب مني؟ لا مش انا ما اقدرش احكم على الانسان بعيد ولا قريب. لا احنا بنحلل المنام. يقع المنام ان شاء الله على وفق ما حللنا ليها باذن الله. فالتحليل هنا بيقول ايه؟ ان احنا نقرب وندعو الله عز وجل. طالما وجود الكعبه معنى كده احنا نقرب بالصلاه. بتقول لك انا بكنس، معنى كده ان عايزه تتخلص من المشاكل اللي عندها. طب وان هي بتطير بقى، دي كانت حاجه غريبه. عدم استقرار. الطيران من مكان لاخر عدم استقرار، بتقول لك انا بحلم على طول ان انا بطير. ما انا ممكن الواحد يفهم الحلم ده ان واحد بقى بيطير يعني مبسوط، ممكن الواحد يفهمه غلط انه حاجه حلوه. لا ما هو بصي اذا حلل المنام التحليل الصحيح يقع على وفق ما عبره المعبر. بخلاف كده لا يقع. صح. يعني الرؤيه تقع على ما تعبر اذا عبرت التعبير الصحيح. انما ما تعبرتش. بص بقى في مساله هنا مهمه جدا. ايه هي؟ ان في ناس ممكن تعبر على الشر فيقع على الشر، وكان المنام دعوه، وكان تحليل المنام او تفسير المنام دعوه على من راى المنام، فيبتدي يقول له مثلا ده انت ابوك هيموت، ده انت هيحصل لك معرفش ايه، ده انت هيحصل لك ايه، فيحصل فعلا على وفق ما قال. والفال يعني المفروض احنا ناخذ بالفال الحسن. اتفضلي. طيب شيف رفعت معلش انا قطعتك. كنت عايز تسال الاستاذ احمد سؤال، اتفضل. كنت عايز اسالك والنبي يا مولانا، انا والدي متوفي بقاله فتره كبيره يعني نقول 15 سنه او اكتر من 15 سنه. الله يرحمه. بيجي لي احلام على طول بالليل اللي هو موجود معايا، وبيروح معايا مشاوير، ولا ما تعمل كده، لا ما تعملش كده. هل ده مثلا، انا عشان اكون امين معاك برضو، انا ما بزوروش يعني، ما فيش المناسبات اللي احنا بنروح فيها القرافه وكده، ما يعني بقالي فتره كبيره ما روحتش. فهل ده سببه يعني اللي انا ما بروحلوش؟ او طبعا انا في الصلاه بدعي له وبطلع الزكاه وبعمل كل حاجه كويسه بعملها يعني اللي بقدرنا عليه ربنا بيعمله، بس هو باستمرار موجود معايا. نعم. بص يا حبيبي، المساله من افضل ما يراه النائم رؤيه الاب او الام او العم او العمه، لو كان أو ميت الخال أو, او الخاله. الميت بيبقى اقوى. لان هو بيعتبر الرسائل، هو يعني زي مرسال من قبل الله سبحانه وتعالى للانسان. ان انت على يعني انت في رضا، انت في رحمه. طيب الرحمه والرضا دول يعني انا اشوفهم ازاي او اشاهدهم ازاي؟ بان هو يجي يوجهك. في ناس ما بتجيلهاش احلام خالص، يقول لك انا ما بحلمش. هو بيحلم بس بينسى الاحلام. ودي ظاهره سيئه مش ظاهره صحيه، انك انت تنسى احلامك. لان الاحلام فيها توجيه وتصحيح لمسار الواقع. واحد بيعمل خطا فيجي له واحد بيضربه. انما هنا في المنام بتاع اخونا بيقول ايه؟ بيقول ان الاب راضي عنه ولذلك بيجي له. خلاص هو ما بيضربوش بس بيوجهه التوجيه الصحيح. وانا هرد عليه باجابه ثانيه برضو واقول له ايه؟ ان ما وجدت الاب معاك في المنام الا وفتح الله عليك بعدها. ده خير يعني. طبعا انا بقول له اهو ده خير. طب استاذ احمد اسالك سؤال، ربنا مهم. سبحانه وتعالى عايز اسالك، بتلاقي الامور تيسرت بعدها ترد علينا يا حاج. ما اكيد. دي حقيقه. انا كنت عايز اسالك سؤال برضو مهم، هل واسال برضو الشيف رفعت. اتفضل. لما يجي لك حد ميت وياخدك في ايده اقول لك تعالى معايا، او انت او بتمشي معاه، ده معناه انه الشخص ده هيموت يعني؟ دي حاجات بتحصل بس بتبقى مش عارفه تفسيرها. لا بص حضرتك، مش كله هو بيعتمد على ان الانسان هل ده مريض. مريض ايه يعني؟ رائد خالص. و يجي بقى المتوفى يجي ياخده من ايديه ويمشي. المتوفى هو اللي يجي ياخده، ده معناه مش هو اللي يديله ايديه ويمشي معاه. بيديله ايديه وهيمشي معاه، معنى كده انه ماشي على نفس النهج بتاعه او على نفس اسلوبه، اذا كان في شده او في لين. انما يجي المتوفى ياخد معاه، ده من واقع المشاهده والملاحظه والانطباع للمنامات او الرؤى، بيبقى في ضرر لصاحب المنام. انت معايا ازاي؟ مش هقول موت، ما ينفع. صعب ان احنا نحكم على الحلم انه الشخص ده هيموت، صعبه، ما ينفعش نقولها دي طبعا. لا يعني دي حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى. بس هل تفسير الحلم هو ادبا مع الله ما تقولش انه هيموت؟
ها معايا ازاي؟ انك انت ليك سقف بتتحرك تحتيه. فانت احتراما لقدر الله وقدره في الانسان، قضاء الله وقدره في الانسان، ان انت ما تقولش على الانسان انه هيموت. ليه؟ لان ربنا ممكن يمد في عمره. صح. وكأن الرؤيه دي ممكن تبقى يعني تبقى واعظ له. فانا اقول له انت هتموت، يعني ما انا قلت في اول الحلقه قلت لك ان المنام يقع على وفق ما يفسره المعبر اذا كان شر. واضح ازاي؟ يعني يقول له ايه؟ انت هتموت مثلا، حاجه زي كده. هو جه خدك معاه، يبقى انت هيحصل لك حاجه. هيحصل لك حاجه دي ممكن تحصل وتبقى انت السبب فيها ايها المعبر. لانه دي حاجه يعني اداله بقى طاقه سلبيه وانطباع نفسي داخلي ان هو هيموت، فممكن خلاص يموت. هو حس ان هو هيحصل له حاجه فهيحصل له. صعب قوي ده. وكل متوقع آت. انسان بيتوقع اذى ويتوقع شر في حياته بيجي له الشر. ربنا بيقول انا عند حسن ظن عبدي بيه فليظن بيه ما يشاء. فالانسان كل ما يظن الظن كويس في الله عز وجل ويبقى عنده امل ورجاء، ربنا سبحانه وتعالى بيديله تلك الاماني يقظه ومناما. يقظه بايه؟ بانه حقق له طموحه. مناما انه يعيشه منام طيب مبارك يرى فيه كل الخير. نعم. طيب استاذ احمد، عايز ارجع تاني نقطه ازاي افرق بين الرؤيه والحلم. احنا قلنا المنامات يعني بشكل اوضح. اتفضل. طبعا الرؤى والحلم هل لهم وقت معين؟ كنت لسه هسال السؤال ده. التوقيت يعني امتى نقول رؤى وامتى نقول حلم؟ فانا وقت من الليل خير الرؤى ما ترى بالقيلوله. وقالوا العلماء افادوا وقالوا لا، هي رؤيه الاسحار يعني رؤيه بالليل. وبعدين الناس تانية لا، ده هي رؤيه النهار لان الله اوحى لرسوله نهارا. فهم اختلفوا فيها. طيب هل الاختلاف ده بالنسبه لي انا كمعبر بقى وحللت مثلا 2 مليون و500 الف او 300 الف منام على مدار من سنه 90، المساله دي انا ما بحسش فيها؟ لا بحست. قلت لا، المنام يراه كل البشر، المنامات يراها كل البشر. ويرى الانسان المنام في جميع الاوقات. هو المولى سبحانه وتعالى هيستنى لبالليل لو هو في رساله جايه لك وانت نايم اهو، هيستنى بالليل يبعتها لك؟ لا، هو بيديك الرساله قبل وقوع الحدث. قبل ايه؟ وقوع الحدث اللي هيحصل اذا كان خاصه ان في مشكله جايه. طيب ايه المنامات اللي هي في الماضي؟ المنامات اللي في الماضي اي تاتي لتصحيح الحاضر ولتجنب الشرور في المستقبل. واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا المنام توقيته في جميع الاوقات يرى يعني الانسان الرؤيا. يعني فكره انه النهار طالع يبقى ده مش الفكره دي غلط. يعني الناس بتقول لك احنا بالنهار طالما الصبح طلع يقول لك المنام حلم. فسد او كده. لا مفيش حاجه اسمها المنام يفسد ابدا. محدش معبر من الحاذقين او المفكرين او الباحثين يقول لك المنام فسد. يعني ايه فسد حضرتك؟ يعني مش حاجه اسمها دي رساله جايه يعني بمساله معينه سواء هي نفسيه او اشياء هتقع في المستقبل بالنسبه لك. اجي انا اقول لا، ده هو لا تلتفت له. حتى حديث النفس بنعبره له تفسير وتحليل. هما الناس بتوع علماء النفس والاجتماع، انت لما بتدخل عليه كده يعني بيعرف عندك ايه لوحده كده ولا بيقعد يسالك؟ وبيسالك معظمهم يسالك عن احلامك. يقول لك انت بتشوف ايه لما بتنام عشان يقدر يحلل شخصيتك. فاذا المنام فيه تحليل للشخصيه. صح. اقدر اعرف انت بتحب بتكره بتمر بظروف ايه. زي اختنا اللي شافت من شويه الكعبه وقالت انا في مشاكل. طب انا عرفت منين المشاكل؟ من الكنس. الكنس مش بتبقى مشاكل كبيره، بس هي يعني الحمد لله ان ايه في رمز تاني اقوى منها، مساله الكعبه. فاذا الانسان لابد ان يعي ويعلم ان الله سبحانه وتعالى لم يتركه يقظه ولا مناما، فيمده في المنام ما يحقق به الامل في اليقظه. واضح ازاي؟ بس عشان اقرب الفكره للساده المشاهدين اكتر، اقدر اقول ان الرؤيه ما بيبقاش فيها احداث كتير زي ما حضرتك قلت في الاول. يعني بيطلع لي الحدث نفسه ان انها بتكنس في عند الكعبه الرموز، او انها طلع لها كلب يعني ما فيش احداث كتيره وده راح وده جه. يعني ده بيبقى دليل. أيوة. اكبر على ان دي رؤيه مش حلم. ايوه. لا يا ابتي اني ارى في المنام يا بني اني ارى في المنام اني اسبحك. ده سيدنا ابراهيم. ويا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سيدنا يوسف. سطر المنامات سطر. إنما هتيجي تحكي لي وترص لي صفحة وتقول أنا دخلت ورحت وعملت، هقول لك حديث نفس. مجرد ما أقرأ العنوان بتاع المنام. ليه؟ لأنه هو
حد حديث النفس انت تبحث بقى جواك انا شفت الكلام ده ليه نتاج القلق. لذلك الناس اللي بتهتم قوي بالاحلام اقول له خلي بالك انت تهتم بالعناصر المفيده، مش كل حلم تشوفه او كل حاجه بتشوفها في المنام تقوم عارضها على المعبر، هيتعب جدا طبعا. احنا بيجي لنا يعني احلام المعبرين بالذات في ظل الاحداث العالميه اللي بتحصل في حاله من حالات القلق وحالات التوتر وحالات الموت المفاجئ، فالانسان يقول لك انا خايف يحصل لي حاجه ايه اللي، ويجي له مثلا منامات زي كده، فيبتدي كل ما ينام يحلم وكل ما ينام ويحلم يقول للمعبر انا اعمل ايه. واخد بال حضرتك؟ بيعتقد تكرار الحلم بقى ده سؤال مهم. لما الحلم يتكرر اكتر من مره هو 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 ده معناه ان دي رساله من عند ربنا، يعني المفروض الشخص يفهم من النقطه دي ان ربنا بيوجه له رساله معينه. لا ليها حالتين. الحاله الاولانيه زي ما انت بتقولي هي رساله انك انت خلي بالك انت داخل على مساله صعبه في حياتك، استعين بايه؟ استعين بالصدقه والدعاء وصله الارحام فيها. طيب المساله الثانيه اشياء لم تشبع بداخلي، يعني واحد نفسه يتجوز على طول هتظهر له فلانه في المنام معاه اللي هو عايز يرتبط بيها او يخطبها، فتقعد تتكرر معاه انت معاه ازاي. واحد بيفكر في المال وكلنا هكذا لان المال عصب الحياه، فيجي يفكر في تملي يحلم بدولارات، تملي يحلم بمعرفش بايه، تملي يحلم بذهب، واللي يقعد على الشيف رفعت كتير هيحلم بايه؟ يا دكتور ما جوعتش يا دكتور ولا ايه؟ لا والله جوع. الاكل جاهز يا دكتور. والله ان شاء الله. لما نقعد معاك كتير احنا هنحلم بالاكل. اكيد اكيد. انا عملت حلقات عن الاكل قبل كده. بجد؟ حلقه عن تفسير احلام. طب دكتور بقى سؤال بقى يا دكتور، ايه بقى الحمراء والخضراء يا دكتور؟ سؤال بقى يخص الاكل، بما اننا احنا اتكلمنا في الاكل وكده. هل في انواع اكل معينه بتخليني مثلا اخاطرب بالليل او احلم احلام غريبه؟ والله انت فنان يا ابني من ساعه ما شفتك. يعني ممكن مثلا الواحد يبقى ماله بطنه بالليل يحلم بحاجات يعني يتهيأ له حاجات. انت كلامك صح. الواحد يبقى خفيف يجي له حاجات كويسه. الكوابيس بتاعتي نتاج الانسان. الكوابيس بتاعتي بخلاف الحاله النفسيه تاتي نتاج الاكل الكتير، فالدوره الدمويه تلخبط معاه فيبتدي يضخ للمخ فيشوف هلوسه كتير يعني. فده سؤال المفروض الانسان قبل ما يعني، انا نفسي ما بتعشاش يعني مش عشان الاحلام بس، حتى صحيا انت كفايه عليك ممكن ياكل اكل خفيف، لان لو نام جعان ممكن يحلم بالاكل برضه، دي تبقى مشكله بقى. لا هو لو عود نفسه او عود جسمه خلاص مش هي مش هينسى مساله العشاء دي. ممكن لو جاع قوي يبقى ياخد يعني حاجات بسيطه يعني. يعني المقصد ايه؟ المقصد ان انت ما تخليش حاجه تؤثر على احلامك وتخليها احلام فيها صفاء ونقاء، بحيث جهاز الارسال اللي بيستقبل المدد من الله عز وجل ده يبقى ارسال يبقى استقبال نقي، نقدر المعبر يستخلص منه نتائج تقدر انت تستفيد منها في مستقبلك. نعم. طيب احب افكر الساده المشاهدين اللي يحب يتواصل معانا ممكن يكلمنا من خلال الارقام الظاهره على الشاشه لو في اي حلم محتاج تفسره، وكمان الاس ام اس، وجات لي اس ام اس من ندى بتقول حلمت ان في كلب بيجري ورايا بين اسلاك كتير قوي، وفي الاخر الاسلاك دي شخص انقذني وخد بايدي وبعدني عن الكلب رغم انه كان خلاص هيعضني. احنا قلنا قبل كده ان الكلاب اعداء متخفيين، متخفيين في صوره صداقه ما بينهم وما بين الناس اللي هو الحالم. فيجي يقول لك انا شفته مثلا صاحبني مثلا او بيجري ورايا في المنام او بينط هيعورني او هيخربشني او حاططني فوق ظهره وبيجري، كل دي حاجات زي كده، او حاطط لمؤاخذه وشه في وشي، فكل دي من التحذيرات التي تاتي في الرؤيه. طيب هل ليها واجهه ثانيه؟ المنام ليه وجه ثاني ان يقول لك مثلا تحلمت بالكلاب يبقى ده كابوس مثلا. اقول له ليه وجهه ثانيه. اذا كان الانسان يقول لك انا ما عنديش اصحاب، انا ما فيش حد من اللي حواليا خايف منه، اقول له يبقى ده اذا تكرر المنام معاه مره او اتنين يبقى ده بيحذره زي ما قلنا. طب ما تكررش وجي مره كده يعني، اقول له بقى انت شفت كلت، شوف كلت ايه، شوف انت ايه اللي مزعلك. ومع ذلك اقول له خلي بالك من الناس اللي حواليك، لان انا الـ 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 المسائل الحيوانيه في المنام الحيوان بالذات بيبقى واخد منه موقف، لان ما عهدنا انسان يرى الكلب في المنام الا وتظهر له عداوه في اليقظه من حيث لا يحتسب. يعني واحد قص عليا قبل كده رؤيه
قال لي فيه لا مؤاخذه اربع كلاب، والاربع كلاب دول هو داخل قصر ولقاهم معاه في المنام. معاك ايه التليفون؟ لا انا معاك. طيب المهم لقى ايه؟ لقى لا مؤاخذه الكلاب دي خدته على ظهرها وجريت بيه. يا نهار ابيض. فلما جريت بيه هو قام مفزوع من المنام مش عارف ايه اللي بيحصل. فقلت له انت بتعرف اربعه اصحاب بتعرفهم في الواقع بياكلوا بيشربوا معاك، لان هو الكلب في الواقع صديق. فانا قلت هم صداقه. قال لي اه دول مالهم؟ قلت له دول هيعملوا معاك موقف مش كويس، هيتكلموا عليك وهيجيبوا سيرتك يعني مش كويسين، فانت تخلي بالك فقط لا غير، يعني خد حذرك. مش بقول لك ان انت تبدا معاهم بالعداوه، لكن خلي باله. خليني ماشي هقطعك واخد استاذ طاهر. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبين. وانت طيب ربنا. انت طيب يا استاذ طاهر. ممكن اخلص الحين؟ اه طبعا اتفضل استاذ احمد معاك. ماشي. بحلم بحلم ان انا في الجيش، فحلمت اخر مره على الباب اللي هي 5 شهور واخلص. فواني ماشي لقيت واحد كده نايم على سلم، بس هو اعمى ورجليه تعبان وقعد بعيط كده. فكنا رايحين نصلي بس ما رحناش الجامع بقى. لما انا شفته قعدت بقى ابص له وما رحتش الجامع. ده اللي هو المريض ده؟ هو عمى ومشلول. ده شخص معروف في الواقع بالنسبه لك يعني ولا شخص مجهول؟ لا هو كان معايا في الجيش برضه. كان تعبان يعني؟ كان تعبان، وكنا في الوقت ده رايحين نصلي، فانا فضلت واقف قبل كده وما رحتش الجامع. وعلاقتك بايه دلوقتي؟ لا هو كان ايام الجيش، ايام ما كنت في الجيش. ايوه. لا هو دلوقتي علاقتك في علاقه بينك وبينه ولا انتهت؟ لا 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 انا كنت عارفه من ايام الجيش بس. طيب يا حبيبي ماشي. ايه ما خلص المنام على ايه؟ اللي انا فضلت واقف قبله، وكانت بصات تلاقيها في المبنى بتاع الجامع، بس ما رحناش نصلي. ايوه. وانتهى المنام على كده؟ طيب اتفضل استاذ طاهر، بنشكرك. واستاذ احمد ابو نيل هيرد عليك حالا. مساله يعني دخوله الجيش مؤثره فيه، واضح ان هو كان انسان يعني ملتزم وبيحب الجيش يعني يحب الوطنيه ويحب بلده. فظهر معاه تلك المساله في المنام بوجه عام. بوجه خاص بقى الاخ اللي ظهر معاه اللي هو الاعمى ومشلول في نفس الوقت ده، والجامع الجامع كان موجود وما راحش صلى. فمعنى كده عايزين نقول له لا، حاول يعني تقرب من الله عز وجل اكتر. المنامات دي يا استاذه ريان الناس بتشوفها ليه في التوقيت ده؟ يشوفها في التوقيت ده بعد خروجه من رمضان، بيكون في رمضان اكثر التزاما، فيبتدي بعد رمضان يبتدي يقطع، فيقول له لا خلي ربنا بالك بيحذر. احنا عايزينك تملي موصول بينا. فالمنام ما يخصش صاحبه اللي هو كان معاه في الجيش، وربما يكون هيسمع صوته او هيقابله بالمصادفه. ولكن المنام بينصب اساسه العمود الفقري بتاعه ان هو يهتم بالعباده وقربه من الله سبحانه وتعالى. يا رب كلنا دايما نكون قريبين من ربنا في رمضان وبعد رمضان ونستمر على ده يا رب. شيف رفعت، انا زي ما وعدتكم اول حلقه قلت انا هخلص اكلي قبل ما انتوا تخلصوا الحوار بتاعكم. شفت يعني استاذ احمد قلت له هتخلص ازاي في الحلقه؟ قال لك من اول حلقه انا جاهز، والطبق بتاع الاستاذ احمد جاهز، هو مروح ياخده معايا. جميل جميل. حاجه خفيفه يعني، لا زيت كتير ولا زبده كتير ولا تتعب قولون. انا شايل المراره. لا لا الف سلامه على حضرتك، ولا اوعدك اللي انت تاكل الطبق ده يعني. رفعت اهم حاجه عنده الباي والتراي. لا لا طبعا طبعا، ما في دي اهم حاجه عنده. اي اهم حاجه في الشيف الباي والتراي. انت تمام كده؟ كله تمام؟ تمام انا خلصت. عايز تقول لنا اي حاجه؟ زي ما قلت نفس الفراخ اللي انا عملت منها الكاري، طلعت منها التنظيف بتاعها، شويته على الجريل على الشوايه، وبعدين قطعته في السلطه الجميله بتاعتنا اللي فيها السلطه لوحدها وجبه لوحدها. تمام. فيها فاصوليا بيضاء، فاصوليا حمراء، وذره، وزيتون، وكل حاجه، وفيها كرفس، فلفل الوان احمر واصفر، وفيها الفراخ بتاعتنا اهي. دي وجبه لوحدها كامله متكامله، تاكليها مش محتاجه تاكل لا رز ولا تاكل كاري ولا تاكل اي حاجه. فاللي عنده المراره وبخاف من الاكل ياخد حاجه خفيفه، هي ما فيهاش لا زيت ولا زبده حتى. انا شايله المراره يعني اكل عادي يعني. تاخدها معاك وانت مروحه زي ما هي كده. طيب خلاص. والكاري زي ما احنا قلنا، والرز البسمتي المفرفر حبايه وحبايه زي ما انتم شايفين اهو، سلقناه في الميه صفيناه، ادينا له زبده وملح،
وبالهنا والشفاء عليكم وعلى الاخوه اللي بيشاهدونا دلوقتي. تمام. شفت فعلا الرز البسمتي مش بيتخن زي الرز العادي صح بنسبه كبيره يعني. بص هو احنا عشان نكون منصفين في الكلام اي حاجه استعمالها بزياده او بكميات كبيره مضره. انما طول ما انت بتتعاملي بتاخدي اللي هو يفيدك يعني بتاخدي الاكل اللي هو يعني احنا زي ما قلنا واتفقنا التنوع في الاكل مش كميات الاكل. ممكن تتنوعي في اكلك انما تاكلي كميات من نوع معين هو ده اللي بيضر. صح. واي دكتور تغذيه يقول لك نفس الكلام اللي انا بقوله لحضرتك. شفاعة تسلم ايدك ودايما منورني. تحت امرك يا هانم ويا رب ما تكونش اخر حلقه معاك يعني. لا انت معايا على طول طبعا. استاذ احمد للاسف يعني وقت حلقتنا عدى بسرعه وكان عندي يعني جالي كم اس ام اس رهيب فان شاء الله تكون موجود معنا مره ثانيه ونستكمل حوارنا معاك باذن الله. ان شاء الله يا استاذ ريان. شكرا جدا استاذ احمد. نشكرك على الاستضافه الجميله ونشكر القناه. نورتنا يا احمد بيه. الله يكرمك. ربنا يخليك. بقول لك زول. اعزائي المشاهدين يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بحلقه النهارده زيي واستنوني كل ثلاث الساعه 5.